أخبار اليوم. أنا بيني وبينك في رمضان مش هقول لك بقى بصحى بدري والجو ده، لا أنا بصحى متأخر جدا لأنه أنا بنام متأخر، فبنام مثلا الساعة 6 الصبح، بنام 7 الصبح على حسب كده لأنه سليم طبعا، بصحى في وقت معين بأكله وكده وبرجع نام تاني، فبالتالي بصحى الساعة 2 الظهر، يدوبك هصحى هصلي اللي فاتني الظهر طبعا، العصر هصليها، المغرب هصليها، هاكل على طول، هننزل نصلي التراويح انا واهلي، ده واخدين على كده. اوقات بفوت بس هحاول ان انا اكون حريصه انزل، يعني لو هخرج مع اصحابي مثلا الساعه 10 اقعد ساعه ساعتين وارجع تاني ابقى مع ابني. وجو رمضان العائله، بابايا الله يرحمه الله يحسن اليه يا رب، كان اول يوم في رمضان كان بيعمل لنا خلطه لحمه مفرومه مع الزبيب وصنوبر والحاجات دي على جنب، وملوخيه ورز وارانب، فانا بحب الاكله دي ومتعودين ناكلها كل اول يوم في رمضان. بيت العيله بتتكلم حركات مع جلاش بقى وشوربه، طبعا شوربه وسلطه دول اهم حاجه، فده بالنسبه لي كل سنه لازم نعمله، بقى لنا 5 سنين من ساعه ما والدي مات ما قطعناهاش، عاده يا رب ما تنقطعش لانها بتفكرنا ببابا الله يرحمه. بقى الكنافه بالمانجا، بس انا عامله دايت عشان بخس عشان بستعد للفيلم، الفيلم مختارين واحده طويله وشكلها مناسب يعني، فمش عايزه بعجر لهم، فهحاول في رمضان ان انا اكل من كل حاجه بس ابقى يعني حريصه على اني ما اتخنش كتير جدا، بس هم بره الوسط الفني بحبهم قوي، كل يوم واحده والتاني عزمانه كلنا، فمش هقدر ان انا اقول لا، بس هروح واكل كل حاجه. بس انت بتلعب رياضه فبتحرق بالتالي، يعني ده اللي انا عايزه اقوله للناس، انكم كل اللي انتوا عايزينه بس استمروا على الرياضه كل يوم ولو نص ساعه، يعني اكتر ما في رمضان انت متسربع مش عارف هتصلي هتطبخ هتنزل تصلي التراويح هتقرا قران، امتى هتعمل كل ده وامتى هتتفرج على التلفزيون؟ وهو شهر واحد في السنه، فهو ده شهر العباده الوحيد يا دوبك تلحق، فبالتالي انت مش هتلحق تتفرج غير على مسلسلين كافيين جدا في رمضان. فبالنسبه لي انا حاسه انه اللي بره رمضان بقى بيتشاف اكتر. عندي فيلم ان شاء الله، ده خليه مفاجأة في العيد الكبير ان شاء الله يا رب، متحمسة جدا، اول ظهور ليا بعد سنين، بعد سنتين طوال او 3 سنين، بتمنى من ربنا انه يا رب يكمل على خير، يا رب يا رب يكمل على خير ان شاء الله، لانه ده تاني فيلم يعني يحصل انه في نصيب هشتغل وما بشتغلش، بتحصل حاجات ظروف غصب عني مش بارادتي، فان شاء الله يا رب باذن الله ادخل اعمله وهتنبسطوا جدا منه، هو فيلم اكشن ده اللي بص انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون قارية الدور حلو قوي واكون فاهمه شخصيتي هلعبها ازاي، لو هي حاجه بره نسرين زي اكشن مثلا هتجه لحاجه اتفرج عليها افلام اجنبيه، هتجه الدور ماشي ازاي فهفهم من حاجات تانية، وعندنا النت دلوقتي بقى سريع بتقدر تعمل سيرش وتشوف اللي انت عايزه او اي داتا انت عايزها، دي حاجه. لو دور بسيط وسلس بتاعي انا كفيله ان انا اقدر باذن الله يا رب ادرس كويس الشخصيه والعب بيها بقى مع نفسي. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها، ويا رب دايما رمضان يكون خير علينا وعلى الامه كلها، وكل سنه وانتم طيبين.